السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا جدا. شكرا جدا على الكومنتات بتاعتكم، اسف جدا ان انا ما اعرفش ارد عليها اليومين دول، والله انتوا عارفين الشغل. ربنا يقويني ويقويكم ان شاء الله، وربنا معاكم في كل خير ان شاء الله. يونت 12، يونت 13، يونت 12، يونت 13. الموضوع سهل جدا على فكرة، الموضوع سهل جدا. تمام، في ناس كتير بتعاني من يونت 12 و13 لان عايزين شوية بيسز، بس ابقى عارف اساسيات. الموضوع اسهل ما يمكن، هنشتغل مع بعض النهارده يونت 12 وبعدها يونت 13 على طول. تمام، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنحل من اي كتاب، وهنحل امتحانات كمان عليها النهارده في الري رايت، واعرفكم ازاي تحلوا عليها الرايت وتشوز. بالنسبه للناس اللي سالت على السيتويشن، انا كده كده السيتويشن في اخر الترم بعمل حلقه اقل من نص ساعه بكون لامن فيها السيتويشن بتاع المنهج كله. انا كل اللي طالبه منك معايا ان بعد ما تفهم الجرامر كويس، تمام، تحفظ الفوكابلري بتاع كل يونت، ده سهل عليك طبعا. تمام، وتسيب الباقي كله عليا في ريفيجن. تمام، ان شاء الله ريفيجن المره دي هتبقى مختلفه عن المره اللي فاتت، يعني بسبب الوقت المره اللي فاتت كانت ضيقه شويه. تمام، المره دي هنعمل مراجعه ثانيه على الديالوج ومراجعه على السيتويشن، وهنجيب مراجعه ثانيه طبعا زي المره اللي فاتت على الجرامر كامل المره دي. تمام، المره اللي فاتت دلوقتي كان ضيق فعلا، فحقكم عليا. السيتويشن ما تقلقوش منها خالص، انا اللي بقول لك وكلمه. تمام، سيبها خالص لاخر الترم، فيديو في اقل من نص ساعه خليك تحل عليها وانت مغمض عينك. احفظ لي بس الفوكابلري، خليك معايا كده، افهم الجرامر مني واحفظ الفوكابلري، ده اللي عليك مش اكتر من كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه ما تعرف على يونت 12 و13 لازم ترجع لاساسيات الايه، اللغه بتاعتك. مبدئيا احنا عندنا كام نوع من الجمله، يعني مثلا في العربي يقول لك في جمله اسميه وفي جمله فعليه. تمام، في الانجليش بقى عندنا كام نوع من الجمله؟ ثلاثه. كام نوع؟ ثلاثه. طيب نركز مع بعض. اول نوع statement، يعني جمله خبريه. جمله ايه؟ خبرية. افهم اللي انا بقوله لك، هو اللي هيساعدك تحل وانت مغمض عينك. طيب تاني نوع imperative، جملة امرية. والتالت نوع اللي هو يونت 13 ان شاء الله، اللي هو question، السؤال او الاستفهامية. تمام، تاني الحكاية كلها الدرس النهاردة بيتكلم يا جماعة عن direct and indirect speech، اللي هو الكلام المباشر وغير مباشر. الموضوع سهل فوق ما تتخيله لو اشتغلته صح. طيب احنا قلنا قبل كده الموضوع كله بده، مفيش اي حاجه صعبه في الانجليش ولا اي صعبه ولا اي حاجه صعبه في الجرامر نفسه، لان في الاول وفي الاخر دي لغه هعرف العب بيها. طيب ركز معايا، وهنقسم الشغل كذا طريقه تساعدك تحل على كل جزئيه لوحدها وانت مغمض عينك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، دايركت اند ان دايركت سبيتش، الكلام المباشر والغير مباشر. كلام مباشر وغير ايه؟ مباشر. طيب شريف سي مثلا، في واحد معانا اسمه احمد، احمد، فقول له يا احمد. شريف دلوقتي بيكلم احمد، بقول له ايه؟ انت متاخر. تمام، انا بكلم احمد دلوقتي بقول له ايه؟ انت متاخر، يو ار ليت. بكلم احمد بقول له سيبك من الدرس خليك معايا. تمام، بكلم احمد واقول له ايه؟ انت متاخر، يو ار ليت. ده كلام قاله شريف دلوقتي لمين؟ لاحمد. كان معانا اسامه واقف ورا، تمام، فسمع الكلام فطلع بره قابل واحد تاني، فبيقول له ايه اللي حصل جوه؟ فقال له شريف قال لاحمد ان هو كان متاخر. تاني انا كلمت احمد، تاني كلمت احمد، تمام، كلمت ايه؟ احمد، بقول له انت يو، ركز معايا، انت يو، يو ار ليت، انت متاخر. اسامه لما طلع بره قال ايه بقى؟ شريف قال لاحمد ان هو، كلمه يو انت بقيت ايه؟ هي، كان متاخر. تاني هو ده الاساس او الفكره اللي انا عايز اوصلها لك في الدرس ده. لو فهمت الفكره دي تمام، سيب اي حاجه ثانيه عليا بقى، طريقه الحل والخطوات بتاع الحل دي سيبها. تمام، افهم بس الفكره. الفكره كلها بتقول ان الكلام اللي ما بين اقواس ده الكلام المباشر اللي طلع من بق المتحدث او المخاطب زي اسم الفاعل عندكم. تمام، للايه؟ اللي بيسمع، المخاطب. تاني احنا عندنا بره الاقواس وجوه الاقواس. تاني احنا عندنا دايركت اند اندايركت سبيتش، كلام مباشر وكلام غير مباشر، كلام مباشر وكلام غير ايه؟ مباشر. الكلام المباشر اللي طلع من بقي كده هو سامعه، تمام، اللي انا بوجه له الكلام. الكلام الغير مباشر حد نقله، شريف قال لاحمد، تمام، ولا شريف ولا احمد، يبقى خلاص هو حد نقل الكلام وقال شريف قال لاحمد، احمد قال لمصطفى. تمام، تمام. طب ازاي اعرف افرق اذا كان الكلام ده مباشر ولا غير مباشر؟ الكلام المباشر دايما بيبقى ما بين اقواس، بيبقى ما بين ايه؟ اقواس. المطلوب بقى مني لما باجي احول المباشر لغير مباشر بشيل الاقواس وببدا على خطوات انا هقول لكم عليها حالا دلوقتي. تاني وبالراحه. قبل اي حاجه
احنا عرفنا انواع الجمل اللي عندنا في الانجليش. احنا عندنا جمله خبريه وامريه وايه واستفهاميه. الاثنين دول هناخدهم في يونت 12 ودي في يونت 13. لو فهمت دول دي هناخدها في اقل من 3 دقائق. تمام، ركز لانه كله ماسك في بعضه. تمام، اول حاجه انا عايزك تفرق، تمام، تعرف الجمله اللي جوه الاقواس دي نوعها ايه. تاني عشان تحل كويس في الامتحان، طبعا مش على اليونت، مش اما تيجي تحل على اليونت بيبقى نفس الجرامر. انا عارف ان الجرامر ده خبريه او امر، انا بتكلم على الامتحان ازاي مستر افرق اذا كانت الجمله خبريه ولا استفهاميه ولا امر. تمام، قال الجمله الخبريه رقم واحد، الجمله الخبريه بتبدا دايما بفاعل وبعد كده فاعل اللي هو سبجكت وبعد كده فيرب. يعني اول حاجه لما يجي لك جمله ما بين اقواس يقول لي حولها لي من مباشر لغير مباشر مثلا، اول حاجه بص على الجمله اللي جوه الاقواس، اول حاجه بص على الجمله اللي جوه الايه الاقواس، حدد نوعها بس. تمام، تاني حاجه جمله الامر في منها نوعين، جمله الامر في منها كام نوع؟ نوعين. تمام، النوع الاولين لما اقول لك افتح الباب يبقى open the door، يبقى بتبدا بفعل في المصدر. ولما الجمله الثانيه اقول لك ما تفتحش الباب يبقى don't open the door، بتبدا بdon't. تاني ركز معايا، انا اتكلمت من الاول خالص كل الوقت، ما دلوقتي ما اتكلمناش في اي حاجه عن الدرس. احنا اتكلمنا على انواع الجمل اللي عندنا في الانجليش، قلنا عندنا جمله خبريه وجمله امر، دول اليونت 12 هنتكلم فيهم دلوقتي، جمله خبريه وجمله امر. تمام، او امريه زي ما بتقول. تمام، بعرف ازاي افرق ما بينهم. الجمله الخبريه دايما بتبدا بفاعل. يعني ايه فاعل؟ اسم بني ادم او ضمير، هي او يو او اي او وي او شريف او احمد او مصطفى، دي بقى جمله خبريه. لو جمله بدات بفعل في المصدر او بكلمه دونت يبقى الجمله دي امبيراتيف او امر. صعب الكلام ده؟ لا مش صعب. نبدا بقى مع بعض ندخل على الدرس. احنا كل ده عايزك تفهمه، تمام، هي هو اللي هيساعدك تحل الدرس كويس. تمام، نركز مع بعض. دايركت اند نارك سبيتش، كلام المباشر والغير مباشر. تمام، كل اللي انا طالبه من حضرتك قبل اي حاجه تحدد نوع الجمله. خلاص فهمت، لو الجمله بادئه بفعل تمام يبقى الجمله دي خبريه، الجمله بادئه بفعل في المصدر او دونت يبقى الجمله دي امريه. تمام، ونبدا نشتغل. طيب تعال نتكلم على الجمله اللي انا كلمتها مع صاحبي اللي ما كانش موجود ده. تمام، نقول كده شريف said to احمد، شريف قال لاحمد وفتحت انا الاقواس وقلت له ايه you are late. اي حاجه خدناها مع بعض في الترم الاول في الترم الثاني هتنفعك. احنا النهارده هنحتاج الافعال المساعده الهيلبنج فيربز اللي احنا خدناها في تكوين السؤال قبل كده. ركز معايا بس من هنا، انا كاتب الجمله دي ليه؟ عشان اعرفك ايه المطلوب منك في الجمله دي. مبدئيا الجمله دي خبريه عشان بدا بفاعل، جمله بدا خبريه بدا بضمير فاعل. تمام، ايه اللي بيتحول بره الاقواس؟ حاجه واحده بس بنسميها كده بالعربي كده بالطريقه السهله فعل القول. تاني بره الاقواس ما بغيرش غير حاجه واحده بس، فعل القول اللي هو الكلمه اللي ما بين الاسمين او الضميرين اللي عندي بره. طيب ادي واحد. رقم اتنين الاقواس، ما انا قلت لي بحذف الاقواس لازم بحط مكانها رابط، لازم بحط مكانها ايه؟ رابط. لو الجمله بادئه بضمير بحوله يبقى ايه؟ ثلاثه، ده اثنين ده ثلاثه، الفعل بحوله وده رقم اربعه. تاني وركز معايا. انا هخليك تمام تسمع 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 وتلاقي نفسك بتحل من اي غير اي طريقه، تمام؟ هتحل تمام وانت مستريح بس افهم الاول. تاني الجمله اللي انا قلتها لاحمد من شويه قلت له انت متاخر يو ار ليت، يو لما اسامه نقل الكلام بره قال ايه؟ شريف قال بدل بيقول قال لاحمد ان، هتبقى ده الرابط بتاعنا، هو كان متاخر. تاني بقى ركز معايا وبالراحه واحده واحده. تاني ايه اللي بيتغير في الجمله عشان احولها من مباشر لغير مباشر؟ مبدئيا بره الاقواس بغير فعل الكول بس، بغير فعل ايه؟ الكول. وبيختلف طبعا من جمله للتانيه. يعني مثلا في الجمله الخبريه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي اللي هو يعتبر اصعبهم، تمام، في الجمله الخبريه فعل الكول لو كان سيد تو يبقى تولد، لو كان سيد تو يبقى ايه؟ تولد. طب لو كان سيد بس، تمام، يبقى هنكتب التحويلات هنا. تمام، فعل الكول اهو هكتب هنا فعل الكول، لو كان سيد فيفضل زي ما هو سيد، لو كان سيد تو فهنحوله لتولد. ده اللي بره الاقواس. تاني انت عرفت ايه المطلوب منك تحوله عشان الجمله بتاعتك تبقى صح؟ تمام، ادي واحد فعل الكول اهو في الجمله الخبريه، لو كان فعل الكول سيد يبقى سيد، لو كان فعل الكول سيد تو زي كده يبقى هنحوله كلمه تولد. صعب الكلام ده؟ لا مش صعب. تاني حاجه انا قلت لك، فاكر بقى اللي انا قلت لك من شويه؟ قلت لك حدد نوع الجمله، صح؟ لان الرابط اللي هو بحطه مكان الاقواس، تمام، بيختلف من جمله لجمله. في الجمله الخبريه، في الجمله الخبريه انت عرفت ان الجمله الخبريه بدا فعل، الرابط بيبقى ذات، رابط بيبقى رجله ذات،
خلاص كده خلصت من رقم 2. انت متخيل انت بتخلص منهم واحده واحده وهنحله وانت مغمض عينك، بس ركز في الكلام اللي انا بقوله تمام معايا. قال لي اول حاجه بره الاقواس ما بغيرش غير فعل الكول، لو كان ساد هيفضل ساد، يبقى مش هتعب نفسي عشان هيبقى في اسم واحد بره، اسم واحد. طيب لو كان ست وهنحوله كلمه تولد، هنحوله كلمه ايه؟ تولد. في شويه اودز يعني شويه حاجات شواذ زي ما بيقولوا هنحلها، بس واحنا بعد ما نشتغل خد الاساسيات، ابدا سلمه الاولى، بعد كده لما اجي اقول لك في تغيير بسيط هتبقى فاهمه، بس افهم الخطوه الاولى دايما. تمام الخطوه الاولى بره الاقواس ساد بيبقى ساد، ست بيبقى تولد. تمام. قال لي بعد كده ما دام الجمله خبريه هشيل اول قوس واحط الرابط اللي هو كلمه ذات، اللي هو كلمه ايه؟ ذات. طيب رقم 3 انت حولت 1 2 رقم 3 رقم 3 تاني. انا قلت لك تاني وبره اهو. تمام بره الاقواس ما بغيرش غير حاجه واحده، فعل الكول، لو كان ساد يبقى ساد، لو ست يبقى تولد. طب بره الاقواس وخلصنا منه. تاني حاجه الرابط، كلهم الثلاثه هيبقى فيه رابط بيختلف من نوع جمله لجمله، عشان كده قلت لك فرق، بص على الجمله اللي جوه الاقواس، لو بدا فعل يبقى جمله خبريه يبقى رابط ذات. تعال نحول كده الجمله دي، يبقى شريف تمام ست تو، احنا قلنا ان ست تو بتحول ايه؟ لتولد، ادي تولد. تمام احمد الاسماء بتنزل زي ما هي. تمام هنشيل الاقواس ونحط كلمه ذات. طب ليه ذات؟ عشان الجمله خبريه. شوف انت لحد دلوقتي غيرت ايه؟ واحد اثنين. نيجي بقى على رقم ثلاثه، انت قلت لي يو وانا بتكلم من شويه بقول له انت متاخر، انا جبتها بالعربي تمام، بقول له انت متاخر، اسامه قال، شريف قال لاحمد ان هو. بص بقى معايا وركز عشان هنلعب لعبه بسيطه. الاي لو بدأ الجملة باي يبقى هنحولها هي او شي. تمام تمام. لو الجملة بدأ، نجيبها تحت شوية ماشي، لو بدأ الجملة بدأ بيو برضو بحولها هي او شي او اي في حالة معينة هقولك عليها بعدين. يعني لحد دلوقتي خليك ماشي معايا، سيبك من اي، خليك ماشي معايا ان الاي بتتحول لهي وشي واليو بتحول لهي وشي. تمام. اليو بقى طب احولها هي ولا شي؟ اليو جاي عن المخاطب على رقم 2، لو اي يبقى جاي على الاسم اللي في الاول. تاني تاني عشان لو عندي ولد وبنت بره، لو عندي ولد وبنت بره طب هتصرف ازاي؟ احط هي ولا شي؟ لو يو يبقى الكلام متوجه لده تمام، يبقى يو عايد على الاسم التاني. طب لو بدا باي يبقى ده اللي بيقول، فاهمين؟ وفي الحالتين هنا ولدين فهتبقى هي. طيب ادي رقم 3 اللي انت حولته لي. رقم 4 بقى ودي اهمهم طبعا، ركز معايا. رقم 4 نرجع تاني لتكوين السؤال. تكوين السؤال اداني الافعال المساعده اللي موجوده في الانجليش كلها، صح؟ الافعال المساعده اللي اداني في الانجليش كنت قلت لكم كام؟ 4. 3 ظاهرين، 1 مستخبي، 3 ظاهرين، 1 ايه؟ مستخبي، صح؟ الثلاثه الظاهرين اللي هم فيرب تو بي، ام از ار، والماضي بتاعهم واز وير. هاف وهاز، الماضي بتاعهم هاد. الموديل فيربز اللي افعال ناقصه، كان تبقى كود، شال تبقى شود، ويل تبقى وود، مي تبقى مايت. ركز معايا وبالراحه. تاني انا بقول لك لو لقيت فعل جوه الجمله بتحوله للماضي، ده اكيد هتلاقي فعل، حوله للماضي بتاعه. حوله لايه؟ للماضي بتاعه. يعني ايه حول الماضي بتاعه؟ انا اللي بقول لك. سيبك من حكايه ان المضارع بسيط، تحول لماضي بسيط، والمضارع مستمر تحول لماضي مستمر، ما تحفظش مسميات، افهمها تمام. لو الجمله نخليها هنا برده هتنفعنا، لو جملة فيها فعل في المصدر، فعل في المصدر، فعل عادي جدا زي بلاي او اخره اس او اخره ايه؟ اس، بنحوله احنا لفعل ماضي، بنحوله لفعل ايه؟ ماضي. يعني الجمله هنا شريف بلاي او بلايز تمام، يعني مثلا بلاي او بلايز، فاحنا هنحولها لبلايد. تمام. فيرب تو بي بقى، فيرب تو بي اللي هو ام از ار، انا حافظ الماضي بتاعهم بيتحولوا لايه؟ was او where. فهنا are هتتحول ل was. طب ليه ما نو are جامع تحول ل where؟ لا عشان هي، عشان يا رجاله هي، انا ببص ده بياخد was ولا where. وبعد كده كلمه ليت، وكده انا حولت الجمله كلها. ده رقم كام؟ 4. نرجع من الاول نكمل دور الاول. لو كان have او has انا بحوله ل had. الموديل فيربز افعال ناقصه كلها، ايه الافعال الناقصه؟ كان، كود، شال، شود، ويل، وود، مي، مايت، احنا قايلين في تكوين السؤال. لو لقيت اي واحد من دول بجيب الماضي بتاعه على طول. نركز مع بعض تاني، انا ما فهمتش منك حاجه يا مستر، عايز افهم من الاول. انا سبت القلم هتكلم معاك من الاول. اتكلم معاك من الاول وقلت لك احنا عندنا في الانجليش ثلاث انواع من الجمل. كم نوع من الجمله؟ ثلاثه، خبريه واستفهام وامر. خبريه واستفهام وايه؟ وامر.
احنا قلنا عندنا كم نوع من الجمله في الانجليزي يا رجاله؟ ثلاثه، تمام؟ خبريه واستفهام وامر. خبريه واستفهام وايه؟ وامر. انا دلوقتي بتكلم على الجمله الخبريه، ازاي اعرف ان الجمله اللي جوه الاقواس دي خبريه؟ هتبدا بفاعل وبعد كده فاعل، تبدا باسم او بضمير، تمام؟ يبقى كده عرفت ان الجمله خبريه، تمام؟ ايه المطلوب مني بقى طيب عشان احول الجمله الخبريه دي من مباشر لغير مباشر؟ قلنا الاربعه دول، تمام؟ الاربعه دول ايه بقى؟ بحول بره الاقواس حاجه واحده بس، فعل القول. لو كان ستو يحوله لطولد، ستو يحوله لايه؟ طولد. كده خلصنا من بره الاقواس. عشان نحول من مباشر لغير مباشر لازم اشيل الاقواس، فعشان اشيل الاقواس لازم احط رابط، لازم احط ايه؟ رابط. الرابط في الجمله الخبريه ذات، تمام؟ قال لي بعد كده عشان احول الضمائر، قال لي اي بتحول لهي وشي، ومشيها مؤقتا ان يو بتحول لهي وشي، هي بتحول لاي في حاله معينه هقول لك عليها بعدين، تمام؟ قال لي بعد كده الزمن بيتحول للماضي بتاعه، الزمن بيتحول للماضي ايه؟ بتاعه. فبالنسبه لحضرتك واحد متابعنا وعارف عارف الافعال الناقصه او سوري الافعال المساعده كلها الهيلبنج فيربس بتحول ازاي؟ يعني ام ويز وار واز وير، يبقى انا عارف ان ام ويز وار تحول واز وير. ما اقعدش احفظ بقى مضارع مستمر بيتحول لماضي مستمر، لا افهمها كده. لو ليه كان يبقى كود، ليت واي مثلا ايه ويل يبقى وود، ليت مي يبقى مايت، ليت شال يبقى شود، تمام؟ يبقى دي الفكره ان انا بحول الفعل الماضي بتاعه. ليت الفعل في المصدر او ليت الفعل في اس يبقى فعل ايه؟ ماضي. طب لو ليت فعل ماضي بقى يا رجاله محترمين، لو لقينا فعل ماضي اللي هو زي بلايد مثلا بحوله الماضي تام، يعني بحط هاد زائد التصريف الثالث للفعل اللي هو هاد بلايد، تمام؟ سيبها مع الممارسة ونحلها كذا مرة هتقولها دي هتفهمها مني البورد، بس انا مش عايز امسح لكم، عايز اسيب الحاجات الثوابت دي قدامكم واغير مكان الايه الاكزامبلز اللي احنا ناخدها، تمام؟ تاني احنا بنتكلم على الجملة الخبرية، الجملة يا رجالة الخبرية. في الجملة الخبرية يا رجالة محترمين بره الاقواس بغير فعل القول، بحط الرابط، بغير الضمير لو بدأ بضمير، لو بدأ باسم يبقى بنزله زي ما هو، خلي الفعل ماضي. طب عندنا حاجة تانية تحول بعدين، عندنا بقى ضمير ايه مفعول وضمير ملكية بعدين، واحدة واحدة افهم واحدة واحدة ستيب باي ستيب، تمام؟ ناخد جملة تانية، تمام؟ خلاص فهمنا من دي، انا كنت حاطط دي عشان نحط الاساسيات بتاعتنا مش اكتر، نمسح عنوان الدرس هنحتاج المساحة دي. طيب وبرده نمسح انواع الجمل، خلاص مش عايزها في اي حاجة دلوقتي، تمام؟ نركز مع بعض بقى، تمام؟ انت بتقول لي عندنا حاجة اسمها جملة خبرية، تمام؟ عايز احولها من مباشر لغير مباشر، تمام؟ نشوف جملنا، تمام؟ نحلها مع بعض، تمام تمام تمام. مثلا هنا في جملة بتقول لي the new shop will open تمام in 2 weeks time، تمام؟ يبقى the new shop will open in 2 weeks time. وهو طالب، سابها لي على كده وما قاليش مين قال مين، بس هو طالب مني ما بين الاقواس Sarah told us، Sarah told us. ما دام جاب لي told يبقى هو عايز احول من مباشر لغير ايه؟ مباشر. يعني هتبدا انت من حضرتك من اول الاقواس. طيب احنا قلنا الجمله دي نوعها ايه يا مستر؟ بدا باسم ذا نيو شوب، يبقى بدا باسم الجمله خبريه، يبقى هنشيل الرابط ونحط كلمه ذات، تمام؟ يعني دي اول حاجه حولتها انا، تمام؟ احنا قلنا الاسماء بتنزل زي ما هي، يبقى the new shop، تمام؟ قال لي بعد كده احنا قلنا بنحول الايه الفعل الماضي بتاعه will يبقى would، كان تبقى could، يبقى will هتبقى ايه؟ would. وبكمل الجمله كلها زي ما هي، مفيش اي حاجه ثانيه، يعني مفيش حاجه من احنا محتاجين نحولها، يبقى would open in 2 weeks time. ركز معايا تاني. مبدئيا هو جالي جمله كده the new shop will open تمام in 2 weeks time، وعايز نحول، عايز نبدا بكلمه Sarah told us. ما دام told يبقى الجمله عايز احولها من مباشر لغير مباشر، معنى كده ان انا هشيل الاقواس، فما دام هشيل الاقواس والجمله خبريه يبقى انا احط ايه؟ ذات. الاسماء بتنزل زي ما هي، الفعل بينزل الماضي بتاعه، ما فيش حاجه ثانيه تستاهل ان انا ايه احولها، فيش مشكله مش كارثه. نشوف جمله ثانيه، تمام؟ بيقول لي هنا wait just a moment، طيب he said to the teacher I don't understand the lesson، تمام؟ بيقول لي هنا he said to the teacher، وشال حاطين له اقواس وقايل لي I
don't understand the lesson. وجالي أقواس وقال لي استخدم كلمة told. استخدم كلمة that sorry. told أو that في الحالتين هو كده عايز نحاول الجملة من مباشر لغير إيه؟ مباشر. طيب بره الأقواس إيه اللي بيتحول؟ فعل قول. said to بيتحول لإيه؟ تاني. said to بيتحول لإيه؟ said to بيتحول لإيه؟ told. يبقى هي. said to يبقى told. the teacher. الجملة دي خبرية. عرفت منين يا مستر؟ لأنها إيه؟ بدأ فاعل. يبقى شيل أقواس وحط كلمة إيه؟ that. تمام. الاي انت قلت الاي بتحول ايه؟ هي وشي. هي او شي. تمام. هنا هي وذا تيتشر اتنين مذكر يبقى الاي اصلا عايد على هي يبقى ذات هي. دونت اجيب الماضي بتاعها يبقى didn't. الماضي بتاع دونت didn't. تمام. وكمل الجمله understand the lesson ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا الهوا. خليك معايا هنصعب. هناخد ستيب جديده دلوقتي بس افهم الاساسيات بتاعتك. لو فهمت الاساسيات اي حاجه تانية هتبقى نقطه زياده بس الاساسيات موجوده عندي خلاص. طيب احنا قلنا عندنا جمله خبريه. تمام. ستيتمنت خبريه. عرفت منين انها خبريه؟ لا بدا فاعل بدا باسم الكلام ده. تمام. ايه المطلوب مني بره الاقواس؟ عندي حاجه تانية. لو قلنا said يبقى said. said to يبقى told. تمام. جوه ايه نشيل الاقواس ونحط ذات ما دام الجمله خبريه. الاسماء بتنزل والضمائر بنحولها خلاص. تمام. الفعل بحوله للماضي وبكمل الجمله. في مشكله ولا الهوا؟ تمام. افتكر الاربع حاجات: فعل القول، الاقواس، الضمير لو فيه، وبعد كده الفعل الماضي. مفيش مشكله. صعب الكلام ده رجاله ولا اي حاجه؟ تمام. مفيش حاجه اسمها حاجه صعبه في الانجليش اصلا. تمام. نمسح دول نكمل مع بعض. مش محتاجين كتب. خليك معايا. تمام. دماغنا شغاله برضو. نعمل جمل احنا. تمام. بيقول لي هنا شريف دي ستيب جديده خطوه جديده ركز فيها. شريف said. شريف قال. تمام. I will call you علي. هنا خطوتين جداد مش خطوه جديده. خطوتين جداد مش خطوه جديده. ركز فيهم عشان مهمين جدا. دي ممكن تكون بتعمل الصعوبه شويه. انا مش عايزك تحفظ انا عايزك تفهمها. ركز معايا. مبدئيا انت قلت لي يا مستر ان said بره الاقواس بتحول لسد. said بره الاقواس بتحول ايه؟ لسد. اه انا قلت لك كده فعلا بس قلت لك خلي بالك في زياده. ايه الزياده بقى؟ ما دام عندي اخر الجمله كوما وبعدين اسمي يبقى ده اللي متوجه له الكلام. تاني انت قلت لي يا مستر said بتحول لسد وsaid to تبقى told صح؟ اه صح قلت لك كده بس انا بزود لك اهو. لو بره الاقواس said تمام وجوه الاقواس اخر الجمله كوما اسم يبقى ده عندنا مخاطب مخاطب ومخاطب. يبقى عندنا واحد بيكلم واحد يبقى ما بينهم كلمه told وما بينهم كلمه ايه؟ told. يبقى امتى said بتتحول لطولد يا رجاله؟ امتى said بتتحول لطولد؟ لما يبقى عندي اسم بره الاقواس واسم جوه الاقواس اخره كوما قبله كوما. تمام. هتبقى جمله عامله ازاي مثلا يعني فهمني؟ هتبقى شريف سيد دي هتتحول لتولد. ليه سيد تحول لتولد؟ انت قلت لي سيد تبقى سيد. لا انا اللي بقول لك لو عندي اسم جوه الاقواس وقبله كوما يبقى سيد بتحول لتولد علي. طب امشي على الترتيبه بقى بتاعتنا العاديه جدا. طب تمام. الجمله دي خبريه. عرفت منين؟ بادئه بضمير او بادئه باسم. تمام. يبقى اشيل الاقواس واحط كلمه ايه؟ ذات. برافو عليك. تمام. ذات. الاي احنا قلنا الاي بتحول ايه؟ هي او شي. يبقى هي عشان هم اصلا الاثنين ولدين. تمام. واي بتعود على الاسم اللي في الاول شريف يبقى هي. ويل تبقى وود. تمام. وود بيجي برده بعدها الفعل في المصدر كول يو بقى اهو. يو دي بقى اللي ممكن تكون مصعبه عليكم الدرس بتسمعوه في اي مكان تحس ان هو صعب شويه. سيبنا بقى من حكايه يو دي مش هعرف انا احولها اصلا. تعرف انت؟ لا سيبك من كده. احنا تعالى نلعب لعبه ثانيه مع بعض. هنلعب لعبة تانية مع بعض زي ما اتفقنا، بس قبل أي حاجة نراجع اللي احنا قلناه ونقف عند اللي احنا مش عارفينه. تمام؟ ركز معايا، احنا قلنا شريف نزل، سيد حولتها لتولد، ليه؟ عشان عندي اسم جوه الأقواس وقبله كوما. الأي حولت إيه؟ الأقواس حولتها لذات عشان الجملة خبرية، والأي حولتها لهي، والويل حولتها لود، كل نزلتها زي ما هي، يو. أيوة ما أنت قلت لي خلاص إن يو بتحول لهي أو شي. لا، غلط. ليه غلط؟ سيبك من الجملة تعالى نلعب لعبة تانية مع بعض. في جملة كلكم حافظينها سم. أي love you. انا فعلا بحبكم كلكم والله. بس ركز معايا في الجمله. الجمله دي فيها البيسز او الاساسيات بتاعت الانجليش. ازاي الجمله دي؟ اي جمله في الانجليش بتتكون من فاعل هكتبها لكم بالعربي اهو، وبعد كده فعل اللي هو الفيرب يبقى فعل، والاوبجكت اللي هو المفعول به مفعول. تمام.
يعني الضمير لما بيجي بعد الفعل بيبقى مفعول به، وهينفعكم الكلام ده في اليونتس جايه بتاع الباسيف. ركز معايا تاني، انا قلت لك الضمير لما بيجي في اول الجمله تمام بيفضل زي ما هو، بحوله زي ما احنا اتفقنا. ايه مشكلتك دلوقتي يا شريف؟ مشكلتي ان انا هنا الضمير جالي بعد فعل، يعني الضمير ده مفعول به. اه طب ايه المشكله؟ طيب ما انت قايل ان اليو بتحول لهي وشي. طب سيبك بس من الكلام اللي انا قلته، تعال نلعب تاني مع بعض. انا بقول اي لاف يو، انا بحبك. طب عايز اقول اي انا بحبه هو، يبقى اي لاف هي. لا غلط، ايه اي لاف هي دي؟ عمري ما سمعتها. انا سمعتها في اغنيه قبل كده، اي لاف هيم، اي لاف يا رجاله هيم. اه لان هي لو الضمير هي جه في مكان المفعول به بيتحول لكلمه هيم، بيتحول لكلمه ايه؟ هيم. طب ناخد جمله ثانيه، عايز اقول انا بحبها، يبقى اي لاف اي لاف شي. لا برضه انا عمري ما سمعت اي لاف شي دي. تمام، انا سمعت جمله اي لاف هير. اي لاف يا جماعه هير، ليه؟ لان شي هنا جت مكان مفعول به، المفعول به اللي هو بعد الفعل، يبقى هنا شي هتتكتب هير مش هتتكتب شي. فاكرين الترم الاول لما كنت بقول لك اتس امبورتنت فور اس، واصحى وانها الوي، ليه؟ لان كلمه اس كانت مفعول به اهو. عايز اقول انا بحبنا، تمام، يبقى اي لاف وي. لا وي دي غلط، وي دي كتب اس، وي دي كتب ايه؟ اس. اللي عايز اوصله لك تاني، لو الضمير مش في اول الجمله، لو الضمير مش في اول ايه الجمله بيتحول لضمير مفعول، بيتحول لضمير ايه؟ مفعول. تاني يعني اليو انا عايز اجيب ضمير المفعول بتاعها هي وشي، مش قلنا اليو الاساس بتاعها بيتحول لهي وشي؟ اه. يبقى يو لو مفعول به اللي هو جايه بعد الفعل بتتحول لضمير المفعول بتاع هي اللي هو ايه؟ هم، او ضمير المفعول بتاع شي اللي هو كلمه هير. طب عايز اقول بتحبني، يبقى شي loves، she loves I. ايه she loves I دي؟ لا she loves me. لما انت بتكتب بتصور صوره مثلا وتحطها على الفيسبوك وتقول ايه taken by me، انا اللي مصورها، taken by me انا اللي مصورها. اه لان taken تمام، by تمام، انا المفعول به في الجمله me. تمام، صعب الكلام ده او هي باسف؟ البوينت واضحه ان I هتحولها لمي. تمام ركز معايا، انا عايز اقول لك ايه، انا وقفت لك عند النقطه دي، هرجع اللي انا قلته كله تاني، بس انا عندي النقطه دي مهمه جدا، هي اللي بتلخبط الناس كلها. تمام، انا جبتها لك بطريقه سهله، عارف يعني ايه ضمير فعل وضمير مفعول؟ اه ضمير مفعول يعني الفعل جاي في اخر الجمله او في بعد الفعل، الفعل ايه؟ الضمير جاي بعد الفعل او في اخر الجمله. تمام، ايه بقى اللي انت طالبه مني؟ بص، الولد بيتحول لولد والبنت بتتحول لبنت. يعني ايه؟ يعني ضمير الفاعل بيتحول ضمير فاعل اللي هو اي بيتحول لهي وشي، واليو بيتحول لهي وشي، وضمير المفعول يتحول لضمير مفعول. طب انت عرفت منين ان يو هنا ضمير مفعول؟ لانها جايه بعد الفعل، فحولها لضمير مفعول من هي وشي برضه. تمام، ركز معايا ونرجع للجمله من الاول ونسيب دول هنشرحهم تاني. طيب بره الاقواس بنغير فعل الكول، سيد بيبقى سيد، بس في الحاله دي خلينا طولد عشان عندي اسم جوه. تمام، عشان ده الاقواس وحطينا ذات. تمام، الاي بتحول لهي، اي جت في اول الجمله ضمير فاعل تحول لهي او شي. تمام، الفعل حولناه للماضي بتاعه. تمام، كملنا الجمله كول، يو هنا هنحولها لايه؟ هم. ما ينفعش اقول كول هي، كول هم يعني يتصل بيه هو. فاهمين؟ هي دي النقطه الصعبه شويه لان في ناس مش بتوصلها بسهوله، هتوصلها بالطريقه دي. تمام، لازم تفهم ان الضمير لما يجي بعد فعل يبقى مفعول به، والضمير المفعول يتحول لضمير مفعول. صعب الكلام ده يا رجاله؟ يبقى في الجمله دي بس احنا قلنا حاجتين جديده. تمام، حاجتين جداد زي ما بيقولوا. تمام، ان لو عندي اسم جوه الجمله وقبله كوما يبقى ده مخاطب، يبقى فعل الكول هيبقى طولد ما بين الاسم ده والاسم ده. تمام، الاي خلاص دي عارفينها، ان قدام الجمله خبريه بالرابط هيبقى ذات، الفاعل بيتحول لضمير فاعل، الفعل بيتحول للماضي، لو عندي ضمير مفعول بحوله لضمير مفعول. صعب الكلام ده يا رجاله ولا اي حاجه خالص؟ نكمل. خلاص ضمير المفعول اتفهم، ضمير المفعول الهي بتبقى هام، الشي بتبقى هير، الوي بتبقى اس، الاي تبقى مي، والذي تبقى ذم. انا عايز اقول انا بحبهم، يبقى اي لاف زي، غلط زي دي، تمام، يبقى اي لاف ايه؟ ذم. صعب الكلام ده؟ وبما ان اليو تمام اي لاف يو اللي احنا كاتبينها، اليو بتتحول لهي وشي، فاليو المفعول به بيتحول لهيم او هير اللي احنا كتبناه. صعب الكلام يا رجاله؟ وعليه ان لو كانت المفعول به مي اللي هي من اي تمام، فالمي بتتحول ايه بقى؟ تمام، مش احنا قلنا الاي بتحول لهي وشي، يبقى المي تحول لهيم وهير برضه. هيم
او هير. ده لو قبلك ضمير مفعول في ايه في الجمله لو. تمام، يبقى بحول ضمير المفعول لضمير مفعول، ما بتعبش في حاجه. نرجع للاساسيات اللي هي مهمه. جمله خبريه، جمله خبريه يبقى مبدئيا بر الاقواس غير فعل الكل. لو عندي اسم واحد يبقى سد، اسمين يبقى طولد. الاقواس بشيلها واحط كلمه ذات. الضمير في الاول اي او يو، يبقى هي او شي او هي او شي. تمام، قال لي بعد كده الفعل بحول الماضي بتاعه، بس لو ليه ضمير مفعول هحوله، مفيش اي مشكله ولا في اي حاجه صعبه. ناخد ستيب جديده، ركز معايا. علي سد تو ايه، نجيب اسم بنت. تمام، يو كان ميت مي ات 5 o'clock. انا بحاول اجيب لكم جمل اصعب حتى من الموجوده في الكتاب، تمام، عشان نحط فيها الاكزامبلز اللي احنا عايزينها كلها. مبدئيا انا هي في الجمله دي لو انت شايف حاطط لك ضمير فاعل، ضمير مفعول، وفعل عادي طبعا. مبدئيا نحاول الاساسيات بتاع حضرتك. بره الاقواس سيت تو بتحول ايه؟ تولد. يبقى علي تولد ايه، هنشيل اقواس ونحط كلمه ايه؟ ذات. اليو بتحول ايه؟ يا هي شي. طب يو ده عايد على مين؟ على الاسم الثاني، يبقى هنا هنحوله لايه؟ شي. كان تبقى كود. تمام، ميت. تمام، مي اللي هي جايه من اي بتحول ايه بقى؟ يا اما هام يا اما هير. طب مي ده عايد على مين؟ على علي، يبقى ميت هم. ميت المي بتحول ايه؟ هم او هير، وهي عايد على يبقى هم. ات 5 o'clock. صعبه؟ تاني بالراحه. احنا قلنا عندنا بره الاقواس بحول فعل الكل من سيت تو لتولد. شيل الاقواس ونحط كلمه ذات. تمام، الضمير يو بتحول لهي وشي، ادي شي. الفعل بنحوله للماضي بتاعه. تمام، قال لي ضمير المفعول مي بيتحول لهم وهير. تمام، اي او مي بيتحول، يبقى الاسم اللي في الاول علي يبقى هم. وكمل. صعبه يا رجاله ولا اي حاجه صعبه؟ تمام، تمام. نسيب الجمله، ناخد جمله جديده او نشوف الكتاب بقى جمله جديده، نحاول نصعب الدنيا شويه. تاني مفيش اصعب من كده، مفيش جمله اصلا هتجيلك في الامتحانات، كتاب الامتحانات. تمام، عايزين نشوف فيه جمله خبريه بس، عشان معظم الاسئله على الامبريا والاستفهام الترم اللي فات او السنه اللي فاتت ما جابش جمله خبريه كتير، وده معناه ان هو هيسال عليها المره دي كتير. هنا I ask it. مفيش هنا في الامتحانات. تمام، نركز. اخر ستيب هو خلاص كده الدرس بتاع الخبريه اللي هو اصعب درس فيهم، ما فيهوش اكتر من كده، عمره ما هيصعب لك اكتر من ضمير وضمير مفعول. تمام، تمام. ايه اللي ممكن يجي بقى تاني وعايزك تفتحه في اي كتاب خارجي؟ تمام، عندنا كلمات ما ينفعش تنزل زي ما هي، ما ينفعش تنزل زي ايه؟ زي ما هي. انا هكتبها لك بس برضو عايزك تراجع عليها من كل مكان. تمام، بيقول لي نفس الجمله دي، علي said to ايه، you can meet me tomorrow. الجملة دي فيها كل حاجة ممكن تتحول في الخبرية. تاني، الجملة دي فيها كل حاجة، يعني ما يقدرش يجيب لك أكتر من كده. تمام؟ عمره ما هيجيب جملة فيها كل الحاجات دي حتى لو أنت شفتها في الامتحانات أو في الكتب الخارجية. مبدئيا في عندنا كام حاجة هتتحول هنا؟ نعدهم مع بعض. ادي زد تو هتحول لتولد انا عارفها، الاقواس هحولها لذات عارفها، اليو هحولها لهي او شي. تمام، كان هحولها للماضي بتاعها كود، المي هحولها لايه؟ هم او هير. تومورو بقى هحولها لايه؟ شفتوا في كام حاجه؟ 1 2 3 4 5 6. عمره ما بص انا جبت لك جمله فيها كل حاجه ممكن تتحول. تمام، تمام، ركز مع بعض. علي سيت تو، انا بطول في الخبريه عشان الامر والاستفهام مش هياخد مننا وقت ما دام فهمت ده. تمام، سيت تو احولها لايه يا رجاله محترمين؟ تولد. تمام، ايه هنشيل اقواس ونحط كلمه ذات. اليو تبقى هي او شي، يو عايد على ايه يبقى شي، كان تبقى كود.
meet. المي هتبقى عايده على علي يبقى هم. tomorrow بقى قال لي عندنا كلمات محترمين ما ينفعش تنزل زي ما هي. عندنا كلمات ما ينفعش تنزل زي ما هي. ايه الكلمات اللي ما ينفعش تنزل زي ما هي؟ tomorrow, yesterday, now. كلمات كتير جدا. وhere, تمام. كلمات كتير جدا ما ينفعش تنزل زي ما هي، تمام؟ هنراجعها من اي كتاب، بس الاساسيات بتاعتك اللي بتيجي كتير tomorrow, yesterday, now, where، تمام؟ tomorrow بتبقى the next day او the day after، تمام؟ yesterday يبقى the day before او the previous day. now بتبقى then. here بتبقى there. ممكن بس في اي كتاب خارجي تلاقي الكلمات اللي بتحول فعلت المباشر وغير مباشر نرجعهم مع بعض. دي الاساسيات او الحاجات اللي بتيجي كتير، بس هم كتير قوي مش هنقعد نكتب فيهم. انا عايزك بس تعرف ان عندنا كلمات ما ينفعش حواقد يفضل في الجمله بغيرها، تمام؟ ركز معايا عشان اخلص الخبريه. تاني بره الاقواس، تمام، بحول فعل كول من سيت تو لتولد، شيل الاقواس ونحط كلمه ذات، الضمائر اي ويو، تمام، اي ويو تحول لهي وشي وهي وشي، وهقول دي حالا دلوقتي، تمام. الفعل بحوله الماضي بتاعه ضمير مفعول بحول ضمير مفعول، والكلمه تمور هتبقى ذا نيكست داي او ذا فولوينج داي، تمام. تمام، ايه بقى اللي لسه ما قلناهوش في الخبريه عشان يبقى خلصتها فعلا قفلناها؟ تمام، خلصنا. زي ما عندنا حاجه في الانجليزي اسمها ضمير مفعول، احنا عندنا ضمائر عاديه اللي هو اليو الاي، ضمير مفعول، عندي ضمير ملكيه. ضمير ايه يا جماعه؟ ملكيه. يعني ايه ضمير ملكيه؟ ألمي يبقى ماي. يبقى ضمير مفعول من مي هيبقى ايه؟ ضمير مفعول من اي هيبقى ماي، فيتحول لضمير مفعول. احنا هو ضمير مفعول يتحول ضمير مفعول، ضمير ملكيه يتحول ضمير ايه؟ ملكيه. يبقى ماي هيتحول ضمير ملكيه. عايز اقول ألمه يبقى هيز بن. طب ألمها يبقى هير، والكلام ده يمشي هنا برضو. النيور بتاعك فيمشي على هيز او هير، تمام يا رجاله؟ تمام، ركز معايا. علي told me I will give you the book. امتى بحول يو لاي؟ بحول يو لاي لو كان المخاطب اللي متوجه له الكلام مي. لو كان المخاطب يا رجاله مي زي دلوقتي كده، يعني اليو دي هتحول لاي بس يو مفعول به، فالضمير مفعول من اي يبقى مي ماي. تاني ركز معايا، امتى بحول يو لاي؟ حاله واحده بس، لو كان المخاطب اللي متوجه له الكلام مي انا. يبقى علي تولد موجوده، مي زي ما هي، هنشيل الاقواس ونحط كلمه ذات، تمام. الاي بتحول ايه؟ هي او شي، يبقى دي هي. الوال بيتحول الماضي بتاعها اللي هو كلمه وود جاف. اليو يو هنا بتحول ايه بقى؟ لاي، بس اي هنا مفعول به فتحول ايه؟ لمي. ذا بوك. صعب الكلام ده؟ ناخد جمله ثانيه، تمام. احمد تولد مي يو can wait here. كده فيها كذا حاجه نغير مع بعض. على فكره انا بصعب بزياده عن اي كتاب وعن اي امتحانات كمان عشان بس عايز اجيب لك كل حاجه. يبقى احمد اهي told او سته هتحول told me، نشيل اقواس ونحط كلمه ايه؟ that. اليو احنا هنا اليو تحول لهي وشي، بس ممكن تحول لاي في حاله ان المخاطب يبقى ايه؟ me، وانا هنا اللي بكلمني يبقى I. كان تبقى could wait، واحنا قلنا قبل كده ان here تبقى there. هناك صعبة يا رجالة ولا أي حاجة خالص؟ ركز بقى معايا ونتكلم من الأول. بص يا محترمين، احنا عندنا ثلاث أنواع من الجمل في الإنجليزي: خبرية واستفهام وأمر. خبرية واستفهام وإيه؟ وأمر. الجملة الخبرية بتبدأ بفاعل وبعد كده فعل، تمام؟ قال لي بتبدأ بفاعل فعل، طب ده كويس. نركز مع بعض. بره الاقواس سيت بتحول لسيت، سيت تو بتحول لتولد،
بنشيل اقواس ونحط كلمه ذات. لو جمله بدا باي بحوله هي او شي، لو جمله بدا بيو بحولها ايه؟ هي او شي او اي، في حاله المخاطب بيبقى ايه؟ مي. لو لقيت ضمير مفعول بحول ضمير مفعول، ضمير ملكيه بحول ضمير ملكيه، خلاص ثبتت، ما تحفظ افهمها تمام. والفعل بجيب الماضي بتاعه زي ما انتم شايفين تمام، كل دول مكتوبين ما عدا الافعال الناقصه كان كود شال شود ويل وود مي مايت، وبتكمل الجمله تمام. ليه كلمه تومورو او يسترداي او هير او ذير؟ يبقى تمام بتحولهم زي ما مكتوبين في كتاب او كتبتهم لك قبل كده تمام. ده الجمله الخبريه، لو فهمتها كويس اعتبر الامر والاستفهام خلص. شكرا كده، يبقى الجمله الخبريه تمام. وانا اللي بقول لك ده اصعبهم، لو فهمت الخبريه كويس وحكايه ضمائر الفاعل وضمائر المفعول كويس، اللي جاي كله مش هياخد منك 10 دقايق فهم. الخبريه هي الصعبه، والجمله دي اللي انا كتبتها لك كنت كاتبها لك في الاخر، كان فيها 6، كان فيها كل حاجه ممكن تحولها. طيب نرجع لاول كلمتين قلناهم. احنا عندنا كم نوع من الجمله في الانجليش يا رجاله؟ 3، خبريه استفهام امر. استفهام ده يونت 13، خلينا في يونت 12 دلوقتي في الامر. طيب نمسح الكلام ده بقى. مسحت كل حاجه ما عدا دول. طب هنفهم دلوقتي ليه. طيب احنا قلنا عندنا كم نوع من الامر، كم نوع من الامر ازاي؟ انا كتبت لك، لو قلت لك افتح الباب يبقى open the door. مبدئيا نعرف ان احنا بنتكلم دلوقتي على الامبيراتيف، الجمله الامريه تمام. عندنا نوع بيبدا بفعل في المصدر، ونوع بيبدا بكلمه don't. تاني عندنا كم نوع من الامر؟ نوعين. يعني لما ابص جوه الجمله الاقي جمله بدا بفعل في المصدر او بدا بdon't، اعرف ان الجمله دي امر. طب بتفرق؟ اه بتفرق في الرابط. الرابط في الجمله الخبريه كان ايه؟ ذات. هنا لو الجمله بادئه بفعل في المصدر يبقى الرابط تو، ولو بادئه بدونت يبقى الرابط ايه؟ نوت تو. صعب الكلام؟ لا، الجمله الخبريه من اسهل ما يمكن. طيب فعل الكول بقى كان هناك ساد بيبقى ساد، ساد تو بيبقى طول، ده صح؟ اه. هنا بقى افعال الكول كتير جدا، افعال الكول كتير جدا، بس مش تتعب، اصل مش تجيب فعل الكول من دماغك. لو طلب منك ادفايزد نصح، ورنت حذر تمام، اوردرد امر، انت خد فعل كل اللي هو مديهولك حطه ما بين مكان سيد او سيد تو، اي حاجه من دول. هفهمك ثانيه واحده عشان ناخد طريقه الحل ايه واحنا بنحل، عشان هو مش هيحتاج منك حاجه خالص، وهنحل برده من الامتحانات، وممكن اقول لكم اسامي المحافظات النهارده تمام. تمام تمام، ده من محافظه الفيوم 2018 السنه اللي فاتت تمام. بيقول لي هنا keep working the teacher or said the teacher to the class said the teacher to the class. عندنا مين بره الاقواس يا رجاله؟ تمام، عندنا the teacher the class. هو طالب مني ايه هنا؟ طالب كلمة encouraged. encouraged يعني شجع، encouraged يعني رجالة شجع. طب انا هحط encouraged دي فين؟ قلت لك خد الاسم الاسمين اللي بره الاقواس وحط ما بينهم فعل الكول، حط ما بينهم فعل ايه؟ كول. يبقى هنا مين اللي بيتكلم؟ the teacher، المدرس شجع الطلاب. يبقى هنا the teacher، المدرس encouraged the class. كل ده اللي بره الاقواس، كل اللي انا عملته خدت المخاطب والمخاطب وحطيت ما بينهم فعل الكول فين؟ في النص. نيجي بقى جوه الاقواس، قلت لك لو الجمله بدا بفعل في المصدر يبقى الرابط ايه؟ تو. يبقى تو هنا keep working، نزلهم زي ما هو keep working تمام. عشان كده قلت لك ان الامريه والاستفهام هيخلصوا منك في ثواني. تاني بقى لو عندك جوه الاقواس جمله عاديه جدا ايه؟ study hard، نزلها study hard. open the door، open the door. بص علي said to احمد، علي قال لاحمد open the door، افتح الباب تمام. اه قال لي مثلا ordered، استخدم كلمه ordered احطها مكان said to، يبقى علي ordered احمد. الجمله بدا بفعل في المصدر يبقى الرابط to، وبعد كده نزل open the door زي ما هي open the دور. في مشكلة ولا أي مشكلة؟ تمام؟ تمام.
طب امتى اغير حاجه جوه الاقواس بقى يا رجاله؟ تمام، اكيد لازم اغير حاجه جوه الاقواس. لما يكون جوه الاقواس اسم ضمير في مفعول، ضمير مفعول او ضمير ملكيه، انا سبتهم عشان كده. طيب ناخد جمله ثانيه يبقى فيها ضمير مفعول او ضمير ملكيه. بيقول لي هنا اهو تمام، افتح لي الجمله كده وعمل لي ايه بقى. تمام، don't waste your تمام، don't waste your time on your laptop. شيماء، ركز، احنا عندنا هنا كومه واسم. ويقول لي بره الاقواس كلمه said my father وطالب مني كلمه not to. طالب مني كلمه ايه؟ not to. حلها بسيط مبدئيا. هنا في عندنا مخاطب، مخاطب ومخاطب. تمام، ما لقيتش فعل كول ومش طالب فعل كول، اعملها advised، نصح، اعملها told. ما لقيتش فعل كول اعملها ايه؟ told. يبقى هنا my father told شيماء. تمام، الجملة بدأ بdon't، يبقى الرابط يا رجالة not to. نزل ويست زي ما هي. طب يور بقى، ده ضمير ملكيه، احنا قلنا يور بتحول ايه؟ هاز او هير. يور عايده على مين؟ على شيماء. يبقى ويست ايه؟ هير. تايم تمام، اون عندنا يور ثانيه، يبقى برضو هير زي ما هي. تمام، لاب توب. ركز معايا كده، ركز مع بعض. تمام، انا نزلت الجمله كلها زي ما هي، دونت شلتها وحطيت نوت تو. ويست يور بقى، احنا قلنا ضمير ملكيه اهي، يور بتحول لهز او هير او ماي في حاله المخاطب مين. تمام، هنا بقى يو احنا قلت لكم بتعود على الاسم اللي متوجه له الكلام، الكلام متوجه هنا لمين؟ لشيماء. فيور هتحول لضمير ملكيه يبقى هير. تمام، يبقى هنا ماي فاذر تولد شيماء او ادفايز شيماء نوت تو ويست هير تايم اون هير لابتوب. صعبه يا رجاله ولا اي حاجه خالص؟ شوف جمله ثانيه. جملة تانية بتقول لي تمام اهو don't sit on that wall قال لي هنا مين بقى؟ the tour guide said to me. the tour guide said to me. وطالب مني كلمة warned، حذر. warned، أنا قلت لك لما يطلب منك فعل كل غريب تمام حطه مكان set to. يبقى هنا هبدأ بمين؟ the tour guide. أهو the tour guide warned اللي هو طالبها. warned معها، أنا كل ده بره الأقواس، حطيت بس دي مكان set to. تمام؟ نيجي على هنا بدأ بdon't، يبقى الرابط إيه؟ not to. يبقى not to. هنا ضمير ملكيه sit on the wall، لما فيش ضمير ملكيه ضمير مفعول نزلها زي ما هي. يبقى not to sit on that wall. انت نزلت الجمله اللي جوه الاقواس كلها زي ما هي، شلت don't وحطيت not to وكملت الجمله كلها. صعب الكلام؟ الجمله الامريه ما فيهاش اي حاجه، نجيبها بقى من الامتحانات شويه، كانت موجوده في الامتحانات بشكل كبير. محافظة الغربان، هم موجودين في محافظات كتير جدا، تمام؟ بيقول لي هنا رجالة محترمين، جملة ما فيهاش أي حاجة، stand up. The teacher said to me. The teacher said to me. وعايزين هنا كلمة ordered، أمر. تمام؟ يبقى هنحطها مكان إيه؟ said to. يبقى the teacher. The teacher ordered me. تمام، هنا الجمله بدأ فعل في المصدر يبقى الرابط to. هنزل stand up زي ما هي، stand up. صعب الكلام ولا اي حاجه؟ شفنا محافظه ثانيه. محافظه ثانيه اسكت، ده سؤال.
تمام. warned في حذر. يبقى هنا بيقول لي don't دي محافظة ايه بالظبط عشان اقول لكم؟ محافظة القليوبية السنة اللي فاتت. تمام؟ don't play تمام in the street. لعبش في الشارع. تمام؟ our father said to us. our father said to us. بابا بيقول لنا هنا us اهو. تمام؟ يعني مفعول به. warned. تمام؟ يبقى نحطها مكان ايه؟ said to. يبقى our father warned us. هنا الجملة بدأ بايه؟ don't. يبقى الرابط ايه؟ not to play in the street. مفيش ضمير ملكية وضمير مفعول نازلة زي ما هي. يبقى not to play in the street. تمام؟ تمام. نشوف لنا محافظة كمان. هنا محافظة كفر الشيخ السنة اللي فاتت بلدي. بيقول لي هنا open حلينا زيها the door. وبيقول لي هنا the teacher said. the teacher said. لا بس دي فيها فكرة على فكرة. فيها حاجة عايزين نقولها. وطالب كلمة told. طيب احنا قلنا told ده معناه ان في حد بيوجه الكلام لحد. تمام؟ يبقى لما يبقى ما فيش مخاطب حط المخاطب مين؟ قال لي انا. تمام؟ يبقى هنا the teacher. تاني ركز معايا. ذا هو هنا سيد عايز احول سيد لطولد ومفيش حد متوجه له الكلام خليه مي. يبقى ذا تيتشر المدرس تولد مي. تمام. هنا الجمله بدا فعل في المصدر يبقى الرابط تو وجنزل الجمله زي ما هي اوبن ذا دور. تمام. اخر حاجه هشرحها لكم هي ماسكه في الخبريه تمام وماسكه في نفس الوقت في الامر وانا مستنيها. تمام. عايز اقولها لك حاجه مهمه جدا خبريه وامر في نفس الوقت ومهمه. تمام. هنا بيقول لي the doctor said to حازم you must stop smoking. وعايز كلمة advised. مبدئيا يا مستر. تمام. هنا الجملة خبرية عشان بدأ بيو. تمام. بس فعل الكول advised. فعل كل يا رجالة advised. تمام. خليك معايا بقى سيتو هنحولها لايه؟ advised. تمام. يبقى the doctor advised حازم. تمام. جملة خبرية برؤيتها يبقى رجالة that عشان دي موجودة في محافظات. that اليو بتحول هي وشي. يبقى هنا هي عشان حازم. must بقى ركز معايا must عايزين ماضي بتاعها مفيش ماضي must. شوف must بتساوي ايه. must بتساوي have to. يبقى لازم تحفظ ان كلمة must بتساوي have to. الماضي بتاع have to كلمة had to. انا كاتب الجملة دي كلها عشان تعرف ان هنا must بتتحول لكلمة ايه had to stop smoking. تمام. في طريقه ثانيه ممكن نحاول بيها الجمله دي. تمام. اللي هي ايه بقى the doctor الدكتور advised نصح حازم to على طول فعل في المصدر اللي هو كلمه stop smoking. طريقتين صح. تمام. ركز معايا جمله اولانيه اعتبرتها مشيت على بالجرامر بحذافير اللي هو جمله خبريه حولت الايه الاقواس لذات وبعد كده حولت اليو لهي وكملت الجمله ماست حولتها لهاد تو كده ستوب سموكينج. عايز اهرب من كل ده. تمام. يبقى هنا ذا دكتور هنا انا عملتها لكم بطول الطرق ليه؟ افرض طلب مني تو يبقى اعملها تو ستوب سموكينج. افرض طلب مني ذات يبقى لازم احولها خبريه. فاهمين؟ حولت لكم خبريه وامر. تمام. يبقى هنا ذا دكتور ادفايزد حازم تو ستوب سموكينج على طول.
تمام، ده لو طلب تو. طب لو جاب مشى لي بقى كلمه عاديه وطلب مثلا ذات، يبقى ذا دكتور ادفايز لحازم، شنو اقصد حطينا ذات اليو حولتها لهي الماضي بتاع ماست هاد تو ستوب سموكينج. صعب الكلام يا رجاله؟ مفيش اي مشكله. كده يبقى احنا يا رجاله خلصنا يونت 12. يونت 13 مش تاخد مننا 5 دقايق طول ما انت مذاكر الخبريه والامر. اخر حاجه، ناس كتير جدا بيقولوا لي رقم للتواصل، عايزين نكلم حضرتك والكلام ده. تمام، انا سبت لكم قبل كده في يوم المراجعه اللي فاتت تمام رقم محمد الاسيستنت معايا. تمام، لو في اي وقت اي تواصل اي حاجه من الحاجات دي ممكن تكلموا محمد على طول. تمام، هيبقى الموضوع اسهل بكتير، هيرد عليكم في اي وقت. رقم محمد اهو 011 او 031 2 5 1 0 1 7 5 6. محمد الاسيستنت معايا موجود معاكم في اي وقت، عشان الناس بس في الكومنتات بيقولوا لي رقم 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 للتواصل، صعب عليا ان انا اتابع الكومنتات في ايام شغل زي دي، حقكم عليا. رقم مع محمد، اي سؤال اي حاجه في عاملين بيج محمد هيوصلك ليها. تمام، هتقدر تبعت لي السؤال على البيج اسهل لي ان انا ارد عليك عليها. 011 2 5 1 0 1 تمام 7 5 6. محمد معاكم، ابعتوا السؤال عليه او ابعتوا على السؤال على البيج، عشان على اليوتيوب صعب قوي ادخل ابص على الكومنتات كلها. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.